لمناقشة الفساد الحكومي المستشري في العراق وتداعياته على المستوى السياسي والاجتماعي والحياة اليومية للمواطن، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر الناير. أستاذ عبد القادر، مرحبا بكم. يعني 30 مليار دولار مجمدة لمسؤولين فاسدين خارج العراق، هذا باعتراف طبعا اللجنة الاقتصادية النيابية. كيف تعلق على هذا المبلغ الكبير والعراق يعيش بلا خدمات وبطالة والقائمة في ذلك تطول؟ تفضل أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن الفساد في العراق أصبح أو أصاب الشعب العراقي كما هي قنبلة ذرية أو نووية قد ضرب بها، لأن الفساد حقيقة شل جميع مناحي الحياة في العراق وأوصل الشعب العراقي نحو الهاوية، وهو يسير حقيقة بمأساة قادمة أكثر مما يتصورها البعض وأكثر مما جرت عليه في الأعوام الماضية. لذلك الفساد هو الوجه الحقيقي للعملية السياسية الحالية، لأن الأحزاب السلطة هي أحزاب لصوصية تريد الاستفادة المالية فقط، وعلى هذا الأساس هم يتصارعون من أجل نهب خيرات وأموال العراقيين. وبالتالي تجميد 30 مليار، ربما الرقم هناك أعلى، لكن هذه قضايا قد حسمت داخل هيئة النزاهة، 12,000 ملف جاهز للحكم ولإعادة الأموال ولحكم الفاسدين، ومن سنوات لكن لا يوجد هناك أي إرادة لمحاسبة هؤلاء الفاسدون، لأنهم ينتمون إلى منظومة هذه الأحزاب التي تحكم، وبالتالي هم يريدون منفذا لسرقتها وليس لاستعادتها. لذلك حقيقة يتم تأخير الملف، لأنهم يريدون كيفية التحايل على سرقة هذا المبلغ وتقسيمه بينهم، لأن حقيقة كل التشريعات القانونية التي شرعوها، وهي ليست بالقوانين الحقيقية لكنها تشريعات داخل مجلس النواب الحالي، كلها في كيفية سرقة المال العراقي، سواء من قانون رفحاء أو السجناء السياسيين أو مؤسسة الشهداء، كلها حقيقة تصطدم بقانون موظفي الدولة العراقية الذي يشترط أن يكون هناك دواما رسميا وساعات محددة ورواتب وتدريب وظيفي. بالتالي هم يسرقون في كل الأحوال المال العراقي. طيب أستاذ عبد القادر، موضوع مكافحة الفساد والشعارات سمعناها منذ احتلال العراق، لكن ماذا قدمت الحكومات المتعاقبة بشأن هذا الملف؟ الحكومات سرقت المال العراقي بطريقة ممنهجة وواضحة تماما، والشعب العراقي كشفها بطريقة واضحة، ولذلك جميع تشريعاتهم هي تذهب باتجاه سرقة المال العراقي. هم يحمون الفاسدين وهم حقيقة يتكونون، لأنهم جميعا مشتركون بهذا الفساد، فكيف لهم أن يحاسبوا أنفسهم على سرقاتهم التي أخذوها من الشعب العراقي بغير وجه حق، ووصلوا وأوصلوا العراق إلى الحالة المأساوية التي يعيشها الآن من خلال عملية استقطاع رواتب الموظفين العاديين وإطلاق رواتب كبار هؤلاء الأحزاب. يعني اليوم صاحب 30 مليون وهو عضو برلماني ووزير يجتمع مع مدير عام راتبه 18 مليون ينتمي إلى حزب وربما أمي جاهل، ليقرروا مصير راتب موظف عراقي 600,000. هذه حقيقة لا توجد إلا في العراق، فلذلك هؤلاء شعاراتهم طيب أستاذ عبد ولم يحاسبوا أي واحد إلى هذه اللحظة. نعم أستاذ عبد القادر، وزير التجارة عندما وصل واعتقل وخرج من ملفات الفساد الذي سرقها. بقيت لدينا دقيقة بعجالة لو سمحتم. العراق يتجه إلى الاقتراض لسد العجز الحاصل في الموازنة، لماذا لا تعيد الحكومة 30 مليار دولار المسروقة وتنهي المشكلة؟ ما السبب في ذلك؟ السبب لأنهم يريدون سرقتها وليس إعادتها للعراق. هؤلاء سرقوا 400 مليون دولار من صندوق المتقاعدين الذي هو واجب وحق لهم، لأنه استقطع من رواتبهم وسلموها إلى إيران كاستحقاقات لإيران، فهؤلاء لا يفكرون في الشعب العراقي مطلقا. لذلك هم يحاولون إيجاد فرصة لإعادة الأموال حسب أبواب محددة يستفاد منها الأحزاب السياسية الحالية، لأنه في عودتها إذا كانت طرق قانونية فستذهب ربما إلى خزينة المال. نعم أستاذ عبد القادر، هم يريدون عملية التحايل لسرقة 30 مليار، والدليل على أنهم إلى الآن لم يفتحوا ملفات الفساد
في العراق ولم يحاسبوا ال 12,000 قضية في هيئة النزاهة ولم يفتحوا. نعم أستاذ عبد القادر. حكومة الكاظمي غارقة بالفساد إلى أذنيها وهي تحاول أيضا الاستفادة المالية من الوضع الراهن. عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.